من نوع اكستاس يا دخلبوني من نوع حطار انا نبدا دور الناس احنا وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر مخطط أمل لمداهمة الأماكن السوداء ومحافظة على أملاك المواطنين وحمايتهم. حاليا هذا الشخص اللي وقفناه في المكان هذا كان يروج يسلم له المخدرات الصلبة من طرف كما نقولوا احنا يا الكبار صافي يطول لهذو الاطفال القصر اللي لفت لعدم لفت الانتباه المصالح تاعنا الا انه الفطره تاع العناصر تاعنا دائما نكونوا نعرفوا باللي هذو الاماكن المشبوهه دائما يديروا لنا طرق ملتويه من اجل الترويج لهذا النوع من المخدرات الصلبه. واحد واربعين الف وخمسمائة دينار بون كمية من مخدرات صلبة معدل الترويج مبلغ مالي من عائدة الترويج نرمو هذه كوكايين صافية بعد الخبرة ان شاء الله تبان النوعية تاعها اكزاكت.
لتأمين احتفالية السنة الميلادية. سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر كل إمكانيات المادية والبشرية، وهذا وفقا لمخطط أمني عبر كامل قطاع الاختصاص. فالوحدات العملياتية لأمن ولاية الجزائر مجندة ليلا ونهار عبر مختلف تشكيلاتها الأمنية على غرار فرقة الشرطة القضائية الراجلة والراكبة لضمان أمن الأشخاص وحماية الممتلكات ومحاربة الجريمة بكل أشكالها، لا سيما على مستوى الفضاءات الجوارية والمرافق الترفيهية والساحات العمومية التي عرفت توافد كبير للمواطنين، إضافة إلى فرق الأمن العمومي التي تسهر على ضمان انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقلات المواطنين. كما تضع الشرطة الجزائر العاصمة تحت تصرف المواطنين الألقاب الخضراء للمديرية العامة للأمن الوطني 1548 والرقم الأخضر وتطبيق ألو شرطة للتبليغ أو الاستفسار. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.